تم بالسجن المحلي بصفر تخليد الذكرى 15 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي تصادف 29 أبريل من كل سنة. المناسبة شكلت فرصة لإبراز أهم محطات ومنجزات المندوبية العامة واستحضار التوجيهات الملكية السامية والعمل الحكومي من أجل النهوض بقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج. تشكل مناسبة للاعتراف بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها هذه الفئة من أطر وموظفي الدولة في الجانب تحقيق الأمن بالمؤسسات السجنية وتأهيل لإعادة إدماج السجناء. هذه الفئة من الموظفين تيشتغلوا في ظروف اللي هي شويه صعبه، يعني هنا تيطلب لنا واحد العنصر اللي هو عنده واحد الكفاءه وواحد المؤهلات اللي تسعفوا باش ينجح ويؤدي الواجب ديالو. الحفل تميز بتكريم عدد من موظفي وموظفات المؤسسه السجنيه الذين نالوا جوائز تهم الموظف المتميز والموظف المتميز اعترافا بعطاءاتهم المتميزه ومردوديتهم العاليه وتميزت بحسن السلوك والانضباط.